انا عايز شيت بيه في الكره دي تحديدا. لو حضرتك تاخدوا بالكم ان هو كان ممكن يشوط الكره في وش مروان، ودي بيعملها معظم الحراس، لكن هو بصراحه حارس ملتزم جدا وعنده اخلاق، فعشان كده كان هيشوط الكره في مروان واخر ثانيه ما شاطش الكره. انا بحييه على اللقطه دي تحديدا، هتهنى تاني يا سمير. وكان نجم اللقاء في المجمل لانه شال اهداف كتير جدا من مهاجمي النادي الاهلي. لو تشوفوا كده الجون، او بص يعني انا بصراحه بحييه في اللقطه دي، لقطه اخلاقيه فعلا ونجم في المباراه شال كتير. اي جون هيعمل كده، هيشوط الكره على فكره، اي جون هيعمل كده. لكن هو بصراحه انا بحييك على اللقطه دي، وكان نجم المباراه محمد بسام، حارس واعد وشال الجوان. لا شال جوان كتير قوي، وصد البنالتي كمان، صد البنالتي ضربه جزاء. ضربه جزاء مع ان مروان حطها في ايديه. لا مروان حطها باستهتار شويه، بس توقعه برده كان ممكن يروح في زاويه ثانيه. لكن طلائع الجيش ما قدمش